الشكر والتقدير وكل الفخر والاعتزاز بساكنة مدينة فاس التي تحضر الآن في هذه المسيرة الشعبية للمطالبة بوقف العدوان على غزة وبالمطالبة بوقف التطبيع مع الكيان الصهيوني التكفير. ألف شارة الانتصار! ألف شارة الانتصار! ألف شارة الانتصار! ألف شارة الانتصار! هذه المسيرة التي نظمت اليوم في فاس نظمتها مجموعة من الفعاليات المدنية لنصرة القضية الفلسطينية أمام جرائم الحرب وأمام المجازر الصهيونية وأمام الإبادة الجماعية وأمام التهجير القسري. نسائل من خلال هذه المسيرة نسائل حكومتنا إلى متى لا يغلق مكتب الاتصال بالمغرب، وإلى متى نطبع مع هذا الكيان الصهيوني الدموي الغاشم. كما نعبر من خلال هذه المسيرة على مقاطعتنا للبضائع الصهيونية ولبضائع الدول الحليفة وكل الدول التي هي شريكة في هذه المجازر التي نراها في كل يوم على أرض فلسطين، وندعو كذلك إلى مقاطعة الشركات التي تدعم الكيان الصهيوني. وإذا كان لسان الغزاويين على أرض فلسطين يقول لن نرحل، عهد الله لن نرحل، حتى وإن جعنا حتى وإن قتلنا لن نرحل، فنحن كذلك نقول من فاس ومن المغرب الأقصى أننا لن نخون القضية الفلسطينية، وبعهد الله سبحانه وتعالى لن نتخلى عن التضامن وعن التضامن مع هذه القضية، بل نقول لسنا في موقع التضامن مع هذه القضية، فهي قضيتنا. القضية الفلسطينية هي قضية كل مسلم وقضية كل مغربي. تحيات العزة والشموخ للمقاومين الأحرار، والرحمة والخلود للشهداء الأبرار، والخزي والعار للمطبعين والخونة الأشرار، والشفاء للجرحى وللمصابين. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحيي جميع الأحرار والحرائر من المجتمع المدني وفعالياته الذين حجوا اليوم في مدينة فاس إلى هذه الوقفة والمسيرة التي تعبر دائما مع التضامن المشروط مع الشعب الفلسطيني، وكذلك على تمني النصر للمقاومة الفلسطينية الباسلة ضد العدو الصهيوني، هذا العدو الذي يقتل الأطفال ويقتل المدنيين بدون وجه حق. ونتمنى من الله عز وجل النصر القريب والفتح للأقصى المبارك الذي هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. أدعو جميع المغاربة أن يلتفوا حرب الأشكال النضالية التي تدعو إلى إسقاط التطبيع أولا مع الكيان الصهيوني ومع جميع الكيانات الغير معترف بها لا دوليا ولا وطنيا. وختاما أتمنى النصر للفلسطينيين وجميع المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله. من المشاركة ديالنا في هذه المسيرة هذه كتجي ارتباطا بما يقع داخل أراضينا المقدسة في غزة، نظرا للمجازر المتكررة اللي كيقوم بها الكيان الصهيوني تجاه الإخوة ديالنا في فلسطين. فاحنا اليوم في هذه المسيرة هذه خرجنا جنود مجندة من أجل نقول كلمة واحدة، هي نصرة الإخوة ديالنا في غزة، ونهضوا التطبيع، نقاطعوا مجموعة من المنتجات الداعمة للكيان الصهيوني. ساكنة فاس كانت ولا زالت وستظل داعمة للقضية الفلسطينية، وستظل إن شاء الله تتخذ مجموعة من المبادرات في الأيام القادمة وفي الأسابيع القادمة إن شاء الله من أجل مناهضة التطبيع وأيضا من أجل نصرة القضية الفلسطينية. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.